ازيك عصام؟ خير يا صبري، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ خير، مالك؟ شكلك فيك حاجة. انا معلش اذا كنت جيت لك متاخر، بس مش هطول عليك. عايز اتكلم معاك في كام حاجه كده مش فاهمها. خير؟ وانت بتشوف الامير؟ بشوف. طب شوف يا صبر، الامير عنده بنت عايشه مع امها من وهي صغيره، كانت هاجرة من زمان وهو ما كانتش فارقه معاه، بس لما ربنا تاب عليه والامور اتظبطت بقى هو بيحاول يشوفها وهي اللي مش موافقه. ده كان مزعله جدا. لما بلغتها بقى ان الامير اختفى وحكيت لها على اللي حصل، لقيتها جات لي على طول ومهتمه تعرف هو فين وقلقان عليه. طب دي حاجه كويسه، ايه المشكله في كده؟ المشكله دلوقتي ان الامير طلب مني ان انا ما اعرفهاش ان هو ظهر، ولا هو كمان عايز يشوفها. عادي، ممكن يكون الراجل يعني ندمان من اللي فات او خايف عليها من حاجه. هيخاف منها صبر؟ ما هو قال ان هو محصن نفسه والحكايه دي ما بقتش فارقه معاه. لا، انا ما بقتش اكيد في اكتر من حاجه يا صبر. شك فيه هايم اللي كلمتك عليه قبل كده، فاكر؟ اكتشفت ان هو الامير حبايب جدا. عادي يا عصام، يعني ممكن يكون ما بينهم شغل مع بعض ولا أي حاجة تانية، إيه المشكلة؟ وأنا أسألك سؤال يا صبر، هو الأمير اللي قابلته بعد ما رجع هو نفس الراجل اللي قابلته قبل كده؟